مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة للتوصل بأحدث الأخبار الوطنية والدولية. في خبر جديد، وفي خطوة حازمة تهدف إلى حماية المستهلكين وضبط الأسواق، قامت دوريات أمنية بمداهمة أسواق بيع الأضاحي في مدينة الجديدة بالمغرب للتصدي لظاهرة الشناقة. هذا التدخل جاء استجابة لشكاوى متعددة من المواطنين بشأن التجاوزات وارتفاع الأسعار غير المبرر للأضاحي، وأشاد المواطنون بهذه الخطوة التي من شأنها إعادة الثقة في الأسواق المحلية وتوفير الأضاحي بأسعار معقولة للجميع. وهذا التدخل الأمني يأتي ضمن جهود مستمرة للحفاظ على النظام العام وضمان حقوق المستهلكين، خصوصا في فترات الأعياد التي تشهد إقبالا كبيرا على شراء الأضاحي. نشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.